تعليم ما تزعليش اشبع بيها خلاص انا كنت اشبع يا لولا انا كنت بهزر معاها دي زي امك دي انت خربتي بيتي ربنا يخرب بيتك لا ما مش مهم لولا لولا وحياة النعمة انا اول مرة اشوف راجل بيجري ورا واحدة لولا دور تحت الترابيزات من الناحية التانية يا لولا اجري هو ده وقته يا حبيبتي هو ده وقته هو ده وقت الصور برا لا احترم نفسك بقى مش وقت الصور لك من اول الحلقة الا الناس اللي بتحبني بس احنا مش وقته الا ترمي الموبايل في الارض اوعى تعمل كده انت فاكر نفسك بفلوسك هتشترينا ولا ايه اشتريكم ولا يعني ايه ده انا شاري برنامج قده قد كده لا تشتري البرنامج اللي على قدك مع الناس اللي على انا بديك فلوس بقول لك ايه ما تلمسينيش دونت تاتش مي اهو مش هتاتش يو وتضربيني كمان اه مش هتاتش يو ما تلمسينيش يا دي مش من هنا بس يا بت يا بت بتك يلا بس يا بت والله العظيم انت انا مستحملاك خليني احترمك يا طنط طنط في عين امك امي بعيده عنك امي بالزاف عليك ابعدي عني يا طنط طنط في عينك ابعدي عني يا طنط طنط في عينك يعني ابعدي عني يا طنط ابعدي عني يا طنط طنط في عينك ابعدي عني يا طنط طنط في عينك يعني ابعدي عني يا طنط تعالي الحقي بضاعتك اللي وقعت على الارض يا لهوي بتهزي ايه بتعملي كده ليه معاه عشان هو عنك. الصراحه يتغار عليه امور قوي ايوه امور كتكنيله في خبتك يا موكوسه ما شفتيش رجلك دلوقتي هتخسري كل حاجه هتخسري كل حاجه اسمعيني ده حكيم الدكاني اصحف انت هبله انا اللي هبله اه والله وربنا هبله انا هبله ده واحد تجري وراه ماله يا اختي ماله يا اختي ماله يا اختي مش عاجبك مش عاجبك زي العمر يا اختي ماله زي اختي ماله يا اختي ده مقلب يا حبيبتي ده مقلب بلاش بلاش بقى انا قلت لك اموره كده ايوه ما حدش شايفه فيا ليه لا انا بحبك معاك مراد العشابي والجزء الثاني ديال برنامج فاصل ونواصل مبروك عليكي